وهذه عودة مشاهدينا مرة أخرى إلى الدكتور سناء عبد القادر للحديث عن جودة حساب الاقتصاد العراقي في نهاية عام 2023. دكتور سناء، ممكن يعني تسمعنا الآن بطريقة جيدة؟ أيوة الآن جيد، نعم الآن صوت جيد. من أكثر الدول بالفساد حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، الفساد العراقي أدى في العراق إلى تقويض المؤسسات الحكومية، لماذا هناك صعوبة بالقضاء على الفساد، صعوبة بمعالجته وهو متجذر بكل مفاصل الدولة في العراق؟ هناك أسباب رئيسية، وهو ومن هذه الأسباب هي سيطرة الأحزاب الإسلاموية على إدارة الدولة. لذلك ضمن هذه الأحزاب هي التي جاءت بالفساد، وهي التي خلقت الفساد، وهي أحد أسباب تدهور الاقتصاد الوطني العراقي. نعم نعم أيضا كثير ما تعلن هيئة النزاهة في العراق عن تورط مسؤولين وموظفين بجراء فساد مالي وإداري واختلاسات كثيرة وتزوير في مختلف محافظات البلاد، لماذا لا تقوم الحكومة بمحاسبة المتورطين بهذه الجرائم، خاصة الرؤوس الكبار داخل الدولة؟ يعني صفقة القرن ربما هي أشهر عملية اختلاس كانت أو شهدها العراق في عام 2023. الأسباب هي نفسها التي قلتها قبل لحظات، هي سيطرة الأحزاب على إدارة الدولة، وهؤلاء الفاسدين هم أعضاء في هذه الأحزاب ويتولون إدارات. يعني أرقام كبير. مثل هذه الأرقام، يعني مليارين ونصف المليار، نعم. هي ليست أرقام بسيطة يمكن التساهل بها أو يمكن حتى يعني التلاعب بوصولات أو مستندات معينة، كيف لا يمكن الكشف عن كل هذه السرقات حتى وإن كانت الأحزاب هي المتصدرة للمشهد وهي من تقوم بعملية يعني السيطرة على هذه السرقات؟ لأنه لدينا مؤسسات، وهي أولا ديوان الرقابة المالية. ديوان الرقابة المالية ضعيف بالعراق، لا يعمل كما كان سابقا يعتمد عليه، وكذلك البنك المركزي العراقي ومؤسسات مالية أخرى. نعم نعم. سبق وأن تعهدت حكومة السوداني بتثبيت سعر الصرف صرف الدولار عند 132 ألف لكل دينار، ولكن بعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة لم تستطع هذه الحكومة أن تثبت سعر الصرف عند الرقم الذي وعدت به، بل ازدادت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي الموازي. أسباب عدم سيطرة الحكومة على تثبيت سعر الصرف؟ أسباب هي أنه بسبب السوق الموازي الذي هو يعتبر السوق السوداء، هي التي تسيطر على عملية صرف الدينار العراقي. قبل حوالي أسبوعين عندما تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية في تحديث صرف الدينار العراقي، الآن تقريبا ثبت. لكن هي مشكلة معينة، أنه الدينار العراقي لا يعتمد على قطاعات اقتصادية قوية هي التي تدعمه، لأنه عمولة أي دولة بالعالم تدعم من قبل قطاعات الاقتصاد الوطني في أي دولة. إذا كانت القطاعات ضعيفة فإذا العملة كذلك ضعيفة. نعم نعم. أيضا كما تفضلتم، إلى أي مدى أثر فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 18 مصرف في العراق منذ بداية العام الجاري إثر اتهام تلك المصارف بعملية غسيل الأموال وتهريبها إلى العراق؟ كم أثرت عملية يعني العقوبات التي طالت البنوك والمصارف العراقية على سير عملية الاقتصاد؟ بشكل كبير وبشكل سلبي على عملية إدارة الاقتصاد الوطني العراقي وهذه القطاعات المختلفة، لأنه كما قلت أنه إذا كانت العملة ضعيفة معنى ذلك أنه الاقتصاد الوطني ضعيف، لأنه نعتمد كله على الاستيراد من الخارج، وتذهب العملة إلى دول أخرى، إلى دول الجوار التي يتم الاستيراد من عندها، وكذلك يتم تهريب العملة. يعني إذا كنا نستورد فرضا بمليون فنحن ندفع مليونين، المليون الإضافي هو يذهب إلى جيوب الفاسدين في داخل العراق وخارج العراق. نعم. ودكتور، وأنتم كخبير اقتصادي في هذا المجال، يعني هل فعلا لا تستطيع الولايات المتحدة مراقبة الأموال التي يتم تهريبها وغسيلها من العراق ووصولها إلى إيران، هل بالفعل لا تستطيع أم هناك عملية تغاضي عن بعض الأموال التي تصل؟ عملية تغاضي موجودة، تستطيع إذا شددت الرقابة المالية على استيراد المواد الغذائية والسلع وغيرها من الخارج، لكن لا يوجد تشديد بالمعنى الحقيقي. نعم.
أيضا حكومة السوداني ربما يعني تلجأ إلى تعويم الدينار كخيار للسيطرة على سوق العملة حلا لمشكلة تدهور الدينار، أم هناك ستكون يعني أبعاد اقتصادية كارثية على الاقتصاد العراقي إذا ما تم تعويم الدينار؟ توجد نعم أبعاد اقتصادية كارثية. نعم، شوف، أهم شيء عندنا عندما نريد نسيطر على عملية، عندما نقوم بتعويم العملة، يعني كثير من دول العالم تقوم بتعويم العملة، لكن في ظل وجود مؤسسات مالية قوية، أولها البنك المركزي، ثانيها دول الرقابة المالية، وثالثها مؤسسات مالية تابعة لوزارة المالية في أي دولة بالعالم. نعم، ومسألة مهمة جدا أنه يتم تعويم العملة لفترات معينة ليس لسنوات طويلة كما حدث بالعراق. علينا أن نقف موقفا حازما بمسألة تعويم العملة، لأن هذه مسألة خطرة وتؤدي إلى دمار اقتصاد أي وطني بالعالم. أي وضع عن أن الاقتصاد والنيارة في هذه الفترة. هذه المؤسسات المالية القوية التي هي البنك المركزي، ديوان الرقابة المالية، والمؤسسات مالية قوية هي التي تسيطر على عملية تقويم تعويم العملة لفترات محددة، لا تدع هذه العملة تلعب بها الأهواء الشخصية. نعم. من النرويج الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات حول الاقتصاد العراقي في جردة عام 2023. شكرا لكم دكتور.